بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بطلابي طلاب الصف العاشر من مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية الصلت، المعلمة أسماء النبابته. عاشر إن شاء الله اليوم سنبدأ بالجزء الثاني من شرح قصيدة لامية العجم. سنقوم بشرح الأبيات والتعرف إلى المعاني والصور الفنية إن وجدت إن شاء الله. هيا بنا يا أحبائي. البيت الأول: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. كلمة أصالة الرأي أي سداد للرأي، صانتني بمعنى ماذا؟ حمتني. وحلية أي زينة، وزانتني جملتني، والعطل الخلو من الحلية. هنا يتفاخر الشاعر بنفسه أن الزينة التي تحليه هي سداد الرأي، ويحمي سداد الرأي من الوقوع في الخطأ، فشبه سداد الرأي بالشخص الذي يحميه من الوقوع بالخطأ. وشبه الشاعر حسن الخلق بماذا؟ بالحلي التي يتزين بها الإنسان. ننتقل إلى البيت الثاني: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. هنا كف بسطة كف أي راحة اليد، وللعلا المجد والرفعة، قبلي هنا الطاقة والقدرة. فيقول الشاعر: أتمنيت شيئا من الغنى حتى أستطيع قضاء حاجاته وأحقق آمالي حتى أتوصل إلى الرفعة والعلا. هذا شرح البيت الثاني. أما البيت الثالث: حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل. هنا كلمة يثني يتراجع، والمعالي العلو والرفعة، ويغري بمعنى يجذب. فهنا حب النفس وحب النجاح أمر يمنع العزم والإرادة، ويمنع الإنسان من العلا، ويدعوه إلى الكسل، ويدل هذا البيت على إيثار الراحة وعدم المغامرة والكسل. أما البيت الذي يليه: فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي. هنا كلمة جنحت بمعنى ملت، نفقا حفرة عميقة تحت الأرض، فاعتزل بمعنى أترك. فهنا يدعو الشاعر إلى تجنب المغامرات والبعد عن الأهوال والانزواء عن الناس وعدم العيش بينهم. فالدخول في النفق تحت الأرض أو الصعود إلى الجو فيبعده عن مخالطة الناس، فيبين الشاعر صراعه مع الدهر. هذا البيت. أما البيت الذي يليه: ترجو البقاء بدار لا ثبات بها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ هنا لا يرضى الشاعر بالإقامة، لأن نفسه تحدثه أن العزة والطموح الذي يطلبه ويريده لا يتحقق بإقامته، وإنما بالتنقل والترحال. فهنا الصورة الفنية: شبه الشاعر الدنيا بالظل الذي يزول وينتقل ويتحرك فيما أو بصفة غير دائمة. أما البيت الذي يليه: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. كلمة العلا هنا المجد والرفعة، أما النقل هي الانتقال من مكان إلى آخر. فيقول الشاعر أن العلا حدثته أحاديث صادقة، ومنها أن العلي يأتي بالتنقل والترحال. فهنا صور الشاعر العلا بالمرأة التي تحدثه أحاديث صادقة، وهي نيل هدفه بالتنقل والترحال. ننتقل يا أعزائي إلى البيت الذي يليه: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فهنا يقول الشاعر أنه يهدف إلى تحقيق آماله التي يتوقع حصولها يوما بعد يوم، وإن تحقيق الهدف ماذا يتطلب؟ روحا مليئة بالآمال والثقة. ننتقل إلى البيت الذي يليه، وهو: لم أرتض العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. هنا إنه لم يرضى بالحياة وهي سعيدة ومقبلة عليه، فكيف سيرضى بها وقد
وقد كبر بالسن ولم يعد النعيم كما كان. ننتقل إلى البيت يا عاشر الذي يليها. غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي. فكلمة عرفاني هنا تقدير الشيء والاعتراف به، فصنتها بمعنى حفظتها، مبتذل بمعنى رخيص. فهنا يعلي الشاعر من شأن نفسه ويعترف بقيمتها الرفيعة العالية، وأنه سيحميها من الهوان والوقوع في ظل العيش. فالصورة هنا صور النفس بالشخص القريب المحبب إليه. أما البيت الأخير فإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجلي. هنا يقول الرجل الحكيم الذي يعتمد على نفسه هو رجل حكيم لا يعتمد على الآخرين في تحقيق أهدافه. فهنا الشخص هو الوحيد الذي يحقق أهدافه بالإرادة والتصميم. إذن هذه يا عاشر قصيدتنا، شرح للأبيات. أتمنى يا عاشر أن تحفظ منها 4 أو 5 أبيات حسب اختيارك، من الأول أو من الآخر هذا يرجع لك، ولكن مطالب بحفظها والتعرف إلى الشاعر وجو النص. وهكذا نكون قد أنهينا شرح القصيدة وتعرفنا إلى معانيها وإلى شاعرنا. نلتقي إن شاء الله بدرس جديد ووحدة جديدة أعزائي وأحبائي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.